شفت احمد شاكر لما بيجسد شخصيه الرئيس بالملي بالملي شفتيه لما بيجسد شخصيه الرئيس مبارك؟ هو لعب دور الرئيس مبارك في فيلم لم يعرض يعني حتى الان. انا قلت لها طب ممكن طب احنا ما شفناش لا نشوف يلا اتفضل يا احمد بقى بما انه احنا كل على فكره كل لما بطلع مع عمرو بيقول لي لازم تقول لنا حته وبقول بس طبعا هو يعني قبل مثلا ما اقول انا عايز اقول ان هو فعلا دي مرحله مهمه من تاريخ مصر ورحمه الله عليه له ما له وعليه ما عليه زي اي انسان وان فعلا هيجي وقت لازم هنكتب هذا التاريخ زي ما حصل مع الملك فاروق وبعد كده الرئيس سادات والرئيس عبد الناصر فطبعا يعني التاريخ محكمه التاريخ دايما بتقول الحق لكل انسان بما له وما عليه بس حلمك انت اداء شخصيه الرئيس مبارك هو يعني الحمد لله الواحد عنده قدره على اداء الشخصيات دي يلا يا استاذ اتفضل وري الاستاذ الحاج رفاعي معقوله ما شافوش ده يعني ما نحن يعني هقول لك ممكن جزء من الخطاب بتاع التنحي وكان بيقول ان حسني مبارك الذي يتحدث اليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويله في خدمة مصر وشعبها إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري مما لنا أو علينا برافو عليك طب استني بقى الرئيس مبارك في شبابه ده كده خلي بالك الرئيس مبارك ايه هو لما كبر بيجيبه في شبابه يلا لا يعني هو كان يعني الممثل دايما لما بيجي يدرس شخصيه بيشوف مراحل الزمن ممكن تعمل فيها ايه يعني مثلا في جمله هو بيقولها دايما في بدايه كلامه بيقول مثلا واننا اذا ما كنا نتكلم في هذا اليوم ففي سن الشباب هيقولها بهذه الرشاقه لما بيكبر والسن طبعا بيبقى الممثل ممكن يقولها بطريقه تدي اقناع بالسن اكتر يعني يقول كده ايه وأننا إذا ما كنا نتكلم في هذا اليوم فتحس بالسن تحس بالسنين راحت عملت حاجة إضافية يعني طب هو صغير أنا عارف أصل أنتم مش يقول لك كل مرة بيطلع مع عمرو الليس يقعد يعيد ويزيد لحد أوي كده كفاية ربنا يبارك في الشوية الحلوين دول